عن آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية تصحبنا فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا هبة، شكرا نادينا، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة جوية جديدة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الجمعة طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 27، الصغرى 19، إسكندرية 26 20، مطروح 25 19، بورسعيد 26 21، إسماعيلية 27 20، وجوها مائل للحرارة. في السويس 27 19، العريش 27 19، طابة 30 20، شرم الشيخ 33 23، الغردقة 29 22، وجوها حار. الأقصر 32 18، أسوان 33 19، الوادي الجديد 31 16، شلاتين 31 22، حلايب 28 24، وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.